عمايل من يوم اهو اهو جيل. صار لما شفتني خيرك عصام. وش مدخلك؟ لا هنا اول كراسي ما مقعد. شو هاي كراسي ما؟ ها؟ كراسي ما. اليوم بعد على حديث خيرك. انت جبت الكرسي هذا جبته لك من داخل يا عصام، تو كلمتك. ايش هنا؟ حوار. لقاء ولا في عزومة عرس؟ تو عصام تو تقول لي نجيب لك خيرك عصام، نجيب لك كرسي بتاع زي كمل غير كمل. هيك يا رجل. كمل انا كان اعرف كنت والله العظيم من جاي غير المهند هو اللي يأيد لي الكلام بس. عادي يا قصد، علاش كنت عارف اني شندرت لك يا عصام؟ خليني غير مذيع اخوي باي جيب المقالب قديش لي انا يا عصام محمود ها قسما بالله لو نعرف انك انت ايه البرنامج هو مني تم التصوير هناك قديش لي اصلا خير حدك مدير حاجه باي خلاص انا من دول اكني انه هو لقاء بس ايه لقاء ايه خلاص كذا من نجم النجوم اسماء تاكدت لما جيت لقيتك انت خلاص والله ما في حاجه باي اوكي انا معك بدنا لك كل خير ان شاء الله خير نجم النجوم هذا برنامج جديد اصلا فيه انت وفيه نجوم كبار من الفن ومن الموسيقى باي بركات وتيش ما نبدو واتي جهد. نرحب مشاهدينا الكرام ونرحب بكم اليوم في برنامجنا نجم النجوم مع النجم الصاعد عصام الطويل. مرحبتين بكم محمد. شو حالك عصام؟ تمام. شو اخبارك؟ باهي عرفتني في برنامجي نجم النجوم. الله ينصرك. شنو امورك ماشية؟ تمام والله. باهي الحمد لله. عصام نبيك تقول لي كلمة انك انت كيف بدأت مسيرتك الفنية ولوين وصلت واعطينا شنو اخر مشتد اخر البومك الاخير ان شاء الله وشنو اخر اعمالك؟ والله ما شفت الفنيه كانوا بنحكي لك على ثلاث نهار بعطيني حتى منها شويه كذا مش حاط العرف الجمهور اللي فيه يقول لك عصام انت طلع وانت كذا فهمتها طلعت من يوم انت في 95 94 شغل في من يوم المدارس معلمات المدارس ايه حلو كويس بعدين بديت في 10 من 10 خلاص ان شاء الله عندي سلسله جديد وتيتها لكن صدفتنا الكورونا وقفنا ايه شنو وضع في كورونا شنو كيف درتها اللي صار الفيروس هذا اللي جاي لما صار الحظر كيف كان اياماتك كيف كانت يومك كيف كانت الحجر الصحي مع الحوش زي الناس بالعكس تساعد حوش قدام مره نحصروا وزريقك تطلع باقي كلها حوش وقعدت واقي والوقايه وكذا هيك الحمد لله شنو عندك جديد قلت لي عصام والله عندي سجل تو جديد نوتي فيه ان شاء الله كنت كان بينزل تو في اليومات الاخيره نتاع رمضان هو ايه لكن صارت الكورونا ما سجلناش وقفنا عليه عصام اكثر البوم نجح ومشي معاك والاغنيه بروحك ارتحت لها انت هي شنو خاطري وشايف روحها جاي مخشمه هذه تاع شايف روحها جاي مخشمه ان شاء الله تعيش فهم شو دخلي فيها وتنزل الدموع قدام تصور لي يا عصام اخوي انا هذه الاغنيه ضربت عموما هي صح مو تبي الحق بني بالك انا جايك واسمه مشبحتك قاعد شاكره في شيء والله ان شاء الله خير احنا قلت اغنيه احنا برنامج نجم النجوم وبالعكس هذا برنامج باذن الله حينعرض تو قريب يعني ويعني في قبل بجو ناس يعني فهمت ان شاء الله خير ان شاء الله ايه عصام هني في الناس لك حاجه انا في ناس تقول كان نشبح فيها يعني واحد يقول نقد بتاعه يقول عصام صوته على الطبيعه غير صوته على في التسجيل استوديو يختلف مزبوط مزبوط صح صح ها زي ما انت لما نشبح برا زي ما مقعدنا هيك مش عاجبك الكراسي قاعد طبيعي قصدي زي هيك صوتي في الاستوديو الاستوديو يختلف واللايف يختلف بقى احنا ايش رايك انا عندي هيك في حد هيك من الناس حاب يتواصل معنا ببرنامجي فنبي ناخذ رايه يعني فهمتها كيف معلش بناخذ مكالمه بندير عصام صديق هو معنا في وسط الفني طبعا باهي يعني نكلمه احنا يعني في وسط الفني مش ممثل ولا كذا يعني في الجو الاغاني والموسيقار هو شاعر يعني ايه منو بشار؟ طبعا نقول لك شنو اسمه بعدين. الو السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا اخونا محمد. استاذ الفاضل شنو حالك؟ الاخبار طيبة. شنو امورك استاذ غسان؟ طبعا احنا معك انا برنامج نجم النجوم اللي حكيت لك عليه قلت لك معنا ضيفنا اليوم السيد الفنان الراقي الفنان الشعبي عصام الطويل تمام تمام اهلا وسهلا بك وضيفك الكريم ان شاء الله يا اخوي كنت شنو كان كرايك في عصام شو رايك فيه كفنان؟
والله يا اخوي محمد بالنسبه للفنان عصام اخوي غني عن التعريف. اه غني الله وبصوته ويعني وكل جديد يعني نسمعوا له فيه ونتابعوه فيه الحق. باهي كويس بشارك هو تو احنا بسمعنا اغنيه بسيطه مقطع اكي فنبي رايك في الاغنيه. تمام في الاستماع ان شاء الله محمد. تمام سمعنا مقطع كويس هذا السيد رسام تنقول لك وين سمعوه يعني ما ايه اقولها لك ان شاء الله تعيش افهم تنزل دموعك دام في صحتك تلقاها ان شاء الله ما تفرح يا ربي شو تغير يا حبي. صدق سيد غسان مين هذا يا محمد؟ هذا فنان عصام الطويل. هذا عصام القصير هو تجريبي يا محمد. لا ولا من تجريبيك هذا عصام الطويل الفنان. ليش علاش شنو صاير يا استاذ غسان؟ قصدي ترى احلف لي قول لي هذا والله عصام الطويل. والله عصام الطويل والله يا سيد. بصوت اخي يا راجل. مش انت تمن حبينا قلتوا فنان وكذا؟ محمد. قلت عصام الطويل هذا عصام الطويل والله مزاز يا عصام والله لا عصام بالله حلو وإذا تعرف اسمه أنا اقتنعت بحاجة غير من هو أصلا هذا هو من هو هذا من هذا موسيقار من هو موسيقار من أصل حد اسمه غسان ممكن يخت هذه قال عليها مبكرك وقال صوته في الاستوديو يختلف على صوت الطبيعة في باي غير أنت من هذا معناها صار مثل بنت الديولة في المكياج بنت شينا بنت شينا ودارت مكياج عرفوا تطلق مين عارفه بروحك يا سيد غسان عارفه بروحك شن تكون عارفه بروحك عارفه تكلم يا مش راي وانت جاي من الزغيد ايه وليد هذا راي هذا هو اصلا هو في حداته هذا موسيقار يعني في الموسيقى محمد انا ما اعرفه انت هنا فرض يا عصام معلش يعني توني انا اسمعني ما انت انا هذا نقد هذا دقيقه بس عصام هذا برنامج نقد نسمع لكن قصدي خاش في كلام يقول في كلام ينقد بطريقه مش لايقه فهمت كيف؟ ايه يعني ما فهمتش هذا فرض بالعكس هذا انت تعرف مالك حاجه ما يسمحش الكاميرات قدامي كثير لا توا فينا لا 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 انت من فوران كاميرا نهضم نوقف جديا ترى ولا يعني اقسم بالله يا جهد جديا طب كاميرات بالله لك شويه ولا كيرك والله يقول اقسم بالله قبل جت الكاميرات يا محمد ماني قاعد تعال يا عصام ما كنا فيك بهذا هذا ناقد يا عصام اسمعني غني تو جايب لي واحد توصل لي بيه غسان انا هيك واحد بيتصل تو بتتصل بتليفوني هيك بتقول تكلم ما احنا اسم هذا ما واضح صح دقيقه لا خليني يا عصام اسمعني احنا برنامجنا محمد من الاخير داير كاميرا وراي حاجه كاميرا ما حكي لي ما انت جاي تتصل لي بحد جاي هذا بالراس انت مش انت في الفن على كراسي هنا ما هو ما نعرفهاش عمري ليك بطل مصح هذه يا جهد بالله يمسح من هو حق شو بنقول لك امسح انا ما فهمتش لا يا هذا غسان كما تعرفاش يا راجل هذا في الموسيقار تاع عندكم يعني في نقابه الفن ما نعرفاش والله ما نعرف انت انا بتكبر النقد بتاعك يا عصام انت فرد مصري ولا فلسطيني ليبي لا ليبي اي ليبي ما فيش معاز بس انا غسان معنا ولا موسيقار تحكي لي اودرن بس عن بالك مخرج رايك اوكي والله اودرن بقول لك هذه المتر مش بحث الكاميرات برزقها والله العظيم من اللي عامل تراني دور بس ولدك حتى البوست بتاع اللي كلمته اقول لك هذاك بتاع البرنامج نجم النجوم ثاني مهند هو اللي تعرف مهند اللي بكلمني عندي اخاء والاخاء قلت له ربيت فيه رايك كمان قال لي لا عصام امور واضحه وجيت لقيتك انت عشان اكبر هاي مشاور مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في برنامج نجم النجوم معنا الفنان الراقي ضيفنا اليوم رب الجلال عرفت نادي كان عيط مشاهدينا الكرام مثل هذا كان اشتغلنا احنا فندق عبر معنا النجم النجوم الفنان الراقي عصام الطويل مرحبا بك عصام نبيك تحكي لنا على اعمالك الجديده يا عصام اعمال جديده محمد ان شاء الله نوقف اعمال تو عندي ايه من كلمات الشاعر شريف شريف يعني لاحظتك معلش تتعامل هلبا مع شريف شريف شعر البصمه والله شعر شريف شريف صاحبي وحبيبي صديقي وفي حتى شعر عثمان مسعود وفي هذا الشعر عملت معه لكن كلمات ان شاء الله تجيك بهم شريف شريف هذه ايه وش جابها هذه نعم تفضل يا اخي يا محمد كنت متعياش مش وقت تقول كلام شو جايبك من قال لك انا هنا تصوروا خلاص كليكت يا معلم تصوروا لا لا مش نصور انا فوت ذاك الموضوع محمد يمثل معي كان فوت ذاك الموضوع انا والله برنامج ثاني مش
برنامج ثاني. شنو هو البرنامج الثاني؟ لقاء تجمع والله ما عيتش انت بالتيروات تباني وفوتها الكاميرا قصدي لحمي ولا تقول كراس تملا تعرف باي خلاص يا رمزي كاميرا خفية يا رمزي تباني وفوتها الكاميرا قصدي لحمي ولا تقول كراس تملا تعرف باي خلاص يا رمزي كاميرا خفية يا رمزي لا مش كاميرا رمزي يا رمزي كاميرا خفية ولا والله لا والله لا ولا تعال وقف تصوير برا يا عصام يا عصام ما تيجي والله ما صارت يا عصام هذا يمثل معي يا عصام والله يا عصام راح اجيبها تعال يا رمزي ارفعه تعال رقيق 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 يا عصام يا عصام بالله عليك رجيبها عصام غير من غير عصام يا عصام تتميت برنامج هذا يمثل معي ما خلصتهاش لك الاقل هيك جاي فسد عليا اتفهمت معاك قول له شو قصته هو الفنان تلقيح الاول عرفت مش تلقى هذا برنامجي يعني خليك جري يا راجل نجم نجو انت معي هنا في جراتك بتقول لي عندك وما عندكش يا اخوي مش هذا شو قصته مثل معي قدام معنا نضرب هذا ايه حاجه قال خش علينا في التصوير يا رمزي قال يعرف يمكن قال لي هنا من قال اني نصور هنا بالله عليك مش عارف اكيد البيك قال لي لا انا مش عارف هذاك بكل حال البيك اصلا معروف هذا بقصه مفوله يا رجل يا اخي ما كلمت البيك محمد رمزي خلاص لا ما تحسش عليه والله لازم ما نعرف انا عم استريح هاي هاي يا قامز يا غير سوي لك انك مايك يا رمزي عاش خلي حد يخش من الباب يا راجل مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في برنامج نجم النجوم والنجم الجري اليوم اللي معانا في برنامجنا نجم النجوم ان احنا بيقول كل جراطة بيصرح بين موضوع مقرولة يعني فيش ولا حاجة يعني فهمتوا عصام خليك يركي روحك عصام ثاني مرة اخوك انا ايش اخوك تدبرمش هذا واحد كان يمثل معي قبل ايش كان يمثل معك هذا مثل اسمع انت الراجل من دون الناس هيك خش من بيجي يا قامز انا بقول لك ما عييتش ما فديتش والله ضربت فيه برنامج ايه والله جسمي زي الكراسة النملة يعني واضح انه كان يمثل معك واكل ضرب مسكين هذا في صرايرك انت وتلك ان تطلع كاميرا خفية محمد اهرب خير اقول لك يا عصام اي مش يا توني قال معك في اللقاء مش تبي تدير لقاء انا معك في اللقاء ان شاء الله تمشي يا كرام اوه ياسر يا فاك بك يا ياسر خير تحيات شيرين بعصام تكملت يا بيك يا ما كملت نتاعك يا كملت يا بيك يا عصام شيني خيرك يا بيك عصام يا راجل نعيش من شيني يا ياسر لحم تقطع انت تحت لين عيات يا راجل بيك يا رمزي بالله عليك بالله عليك يا رمزي ارفع والله العظيم يا رمزي يا عصام ما تعرفش يا عصام بابا بك انا يا ورس اخي من بكري وبيك انا يا اسطى غير اسمع خلاص خلاص اوكي ورس اخي تعال يا عصام والله ما صارت يا عصام عشنا هذا يقول تعال بلقي نور نور صح في حاجه اركت علي ايه بتريس ولا بعد دخلني انا رمزي والله العظيم بعد دخلني انا تعبت تعال يا عصام رقيق واحدة بوقف التصوير وقف تعال يا رمزي يدي معاك يا رمزي رمزي اسمعني انت تدخل عليه ترى بيقول لك على خاطر برا والله لا غير بس سامحني شدة يا رقيق هو سكرت يا رمزي فاهم معه عصام برا غير برنامج ترى بتموت يا عصام راك بتموت باي يا عصام بتموت يبكني مني باي يا عصام ارتعد كنا نضربوه مع بعض باي خلاص عصام والله خلاص يا عصام وقف باي تلوح يا عصام لا لا تلوح يا عصام يا عصام نبيوه ولا نبيوه كلكم ولا نبيوه يا عصام ارتعد يا عصام ها شو دخلك بي انت صور واحد شو دخلك بي حرام انا انت علاش تحرم مكي بس انت علاش تحرم بس حرام انت وجهك ضدي عصام عصام اركب فوق مشاهدين اعزائي المشاهدين هاي بس يا عصام انا بنعترف لك باهي والله الا كنت اللي بنجري بك شويه تمام
تمام. انت تعرف نقول لك حاجه ايه. انا وما جاي فرحت كل ايام قلت هذه 200% كمان المهند رايح لفي وقال لي راي برنامج تصوير بقى نقول لك حاجه هذه خطه البيكا والخطه يا كنا منصفين مع بعضنا تمام نبي نشوفك في عالك وقلت حسن وفعلت انت فرحت معي وعطيت معي بقى شويه جيت ضدي جيت معهم يعني نصيحه لا 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 ورا قبل لا لا ورا صمدي بالله يا بالله ورا صيصاط حول يا راشد وقف بالله خلاص وقف وان شاء الله يا رب العالمين برجع نعطوا كلمه بس اعطينا نعطوا كلمه لعصام عصام كنت برنامج معي توجع لك 100% تمام توجع شويه توجع شويه لك 100% عرفت ما حد شفتك انا عرفت اني كاميرا خفيفه لك هذا ان شاء الله في شهر رمضان كريم مهند الله يسامحه وجهنا كلمه للكاميرا وللشباب عندك تدوي ادوي الكاميرا عندك كل سنه وانتم طيبين لكافه الشعب الليبي والامه الاسلاميه والعربيه وتحيه للكادر اللي يخدم في قناه سلام تحيه خاصه لقناه سلام من اخوكم عصام الطويل تحيه لكم بيك في هذه المناسبة وإن شاء الله العام الجاي مش مظنيش مازال مقدم كاميرا خفية لا خلاص أنا بنعتبر نفسي حاليا معتزل غسان بنقول إن شاء الله ديما صحيحين وطيبين وعلى الخير ملتمين أيوه هذا غسان إن شاء الله نقول لكم كل سنة وصحيحين طيبين وعلى الخير ملتمين وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله رمزي كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله ينعاد عليكم علينا بالخير وتحية لأخوي عصام وأخوي محمد وغسان وبيكا وأحمد وأكرم ومحمد وأخوي إبراهيم هدية إن شاء الله ربي يرجحونا سالم والعام الجاي أحلى من العام هذا وأنا مش حنحز عليه العام الجاي إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله ربي يسامحنا طبعا أنا بقوله كلمة إحنا يا عصام عندنا واحد كان مش كان هو من ضمن الفريق توجع لك 100% هو عمود اساسي كان لنا اللي هو اخونا وصديقنا وزميلنا في الفن ابراهيم هديه اللي هو صيرت له حاله وفاه اللي عند اخوه دار حادث سير وتوفى فهنا فقدناه ابراهيم الله يرحمه اخوه ان شاء الله ربي يغفر له ويرحمه وهنا بجد يعني بنقول كلمه لاخوي ابراهيم نوجه له تحيه وكان يلزم معنا لكن الظروف ما خلتهاش لان اخوه توفى الله يرحمه وكان اساس البرنامج معنا هو يا بيكا ويا رمزي كيف شرب قبل برحمته يا رب العالمين ونقول لكم انتم طيبين وان شاء الله كنا خفاف عليكم الظل وما كتمناش البلده بتاعنا شويه يا بيكا طبعا يا رمزي ويا بيكا ويا غسان من نسوش الجروب المصورين اللي شغل معنا لان بجديات اللي كان هم الشغل من فضل ربي بعدها هم لان هم الموجود يداروا اكثر ناس في المصورين وتحملونا وتحملوا الضغط اللي صايرنا وكذا على راسهم احمد الجهد أكرم خير الله محمد بشوفة حسام القهوي وأحمد المخزوم صاحبنا مهندس الصوت نشكره شكر خاص أحمد المخزوم منورين كنتم طيبين تحياتي هي هي يلا هي والتركي عمايل من يوم أهو أهو جيل